تأخرت الجلسة التاريخ ديال 10/11 لموتوا الضنينين أمام هذه المحكمة لالتزام هذه الجلسة مع جلسة أخرى في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء لثبوت الزوجية، وهذا هو السبب ديال التأخير وليس هناك أي سبب آخر. فيما يتعلق بموضوع الخبرة، نحن لم نطلع على أي خبرة بعد، وربما في جلسة مقبلة سنلتمس أجلا للإطلاع على الخبرة. شكرا.